إذن للحديث أكثر والنقاش ينضم إلينا من واشنطن حازم الغبرة، المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية وعضو حزب الجمهوري. أهلا بك سيد حازم. سيد حازم، أبدأ بتعليق عن كيف جاء رد فعل ترامب بعد الإعلان عن تنحي بايدن. طبعا حملة ترامب الانتخابية ستستخدم هذا الإعلان ضد الحملة الديمقراطية الآن متمثلة بهاريس. طبعا كان هناك مفاجأة بعض الشيء أن يعني تم الإعلان عن الانسحاب من قبل بايدن، ثم الانتظار، ثم دعم هاريس كمرشحة بديلة، وهذا مستغرب بعض الشيء. يعني هذا التأخير لم يكن منطقيا حتى لدينا في الحزب الجمهوري. يعني لا أعرف ماذا أقول، لكن هذا الانسحاب من قبل بايدن أتى متأخرا جدا، يعني من جهة تقنية على الأقل كان يجب عليه الانسحاب حتى منذ المناظرة الرئاسية التي فشل فيها بشكل ذريع، وإيجاد مرشح آخر بشكل شبه فوري في تلك المرحلة. طيب بالنسبة للحزب يعني الجمهوري، وتحديدا هنا يعني لو نتحدث عن ما قاله دونالد ترامب، يعني لماذا يعتبر أن هزيمة كامالا هاريس في حال ترشحها وتقديمها هي مرشحة عن حزب الديمقراطيين سيكون يعني أسهل من هزيمة بايدن؟ طبعا اولا بايدن هو الرئيس الجالس، وكامالا هاريس كانت نائبه رئيس بالفعل، لكن نائبه رئيس ضعيفه جدا غير فاعله. يعني الشارع الامريكي لا يعرف كامالا هاريس، يحتاج الان فتره للتعرف عليها كشخص، حتى يعني توجهاتها الشخصيه غير معروفه بشكل واسع في الشارع الامريكي كما يعرف بايدن. قد يلقى اللوم على بايدن بذلك، لأنه يعني لم يعطي هاريس هذه الفرصة الكبرى أن تكون نائبة فاعلة، على سبيل المثال كما كان ديك تشيني نائب رئيس بوش الابن الذي كان فاعلا جدا. فطبعا كمان هاريس هدف أسهل، عليها العمل كثيرا اليوم في فترة مضغوطة جدا، يعني 100 يوم تقريبا ونيف تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية. هل تستطيع فعل شيء ما في الثلاث أشهر القادمة؟ لا أعتقد. أعتقد أن خيار انسحاب بايدن و يعني استبداله بكامالا هاريس هو خيار حفظ وجه بالنسبة للحزب الديمقراطي. هذا الحزب سيركز في الأشهر القادمة على حملات الكونغرس الأمريكي للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، في محاولة للحفاظ على الأقل مجلس الشيوخ، يمكن الحصول على مقاعد إضافية. لكن بشأن البيت الأبيض بدأت الأنظار تتجه إلى 2028، الكل يعرف أن فرص هاريس ضعيفة جدا الآن. لكن الحدث يعني بنفسه سيد حازم، يعني حدث مماثل بتنحي يعني وقبل فقط بضعة أشهر يعني على السباق الرئاسي حتى الآن، هي سيناريوهات كانت يعني حصلت قبل هذا في الولايات المتحدة، تكون سيناريوهات كيف يكون انعكاسها أيضا على الحزب؟ هذا بيد الحزب الآن، يجب على الحزب الديمقراطي أن يكون صادقا بشكل رئيسي مع الناخب والداعم الديمقراطي. هذا الداعم الديمقراطي يعتقد أنه قد كذب عليه. أين كانوا هؤلاء الأشخاص الذين يحيطون ببايدن؟ ألم ينتبهوا أن هذا الشخص غير قادر على خوض سباق انتخابي في هذه المرحلة؟ خصوصا أن عدو بايدن كان الزمن يعني والتقدم بالعمر، لا ليس هناك سبيل للانتصار على ذلك. فالناخب الديمقراطي والداعم، خصوصا الداعمين الأكبر، هؤلاء الذين ينفقون ملايين الدولارات على الحملات الانتخابية، يعتقدون أنهم خدعوا من قبل الحزب الديمقراطي. فهناك حاجة لإعادة بناء الثقة اليوم. أنتم كحزب جمهوري سيد حازم، بالنسبة لكم يعني هو السباق الرئاسي، الانتخابات الرئاسية خلال شهر نوفمبر يعني تبقى الأهم، أم كون أن بايدن غير مؤهل يعني لسباق رئاسي، فكيف له أن يدير يعني البلاد إلى حين الانتخابات؟ طبعا الرئيس هو جزء من منظومة، يعني في الولايات المتحدة
هناك مساعدون كثر لبايدن، هناك كامالا هاريس التي الآن، يعني هذا سؤال جيد لأنها الآن ستكون مركزة على حملتها الانتخابية، فإذا كان بايدن غائبا عقليا وكامالا هاريس غائبة جسديا عن البيت الأبيض، فمن سيدير الأمور؟ تنتقل الإدارة إلى كبار موظفي البيت الأبيض بشكل عام. ويعني ما يحسن الوضع بعض الشيء أن هذه الفترة الانتخابية هي فترة هدوء في المواضيع الرئاسية، ليس هناك مشاريع جديدة، قرارات كبرى جديدة بشكل عام، لكن يبقى خطر تهديد الأمن القومي موجودا طول الوقت. نتمنى أن لا يحصل هناك أي تهديد يحتاج إلى قيادة كبرى من قبل رئيس البلاد في الثلاث أشهر القادمة. Thank you.